السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفعول المطلق مرشدي في اللغة العربية المستوى الخامس 87 على بركة الله. إذن هذه الصفحة. إذن قبل ما نبدأ يبان واحد الرابط الفوق، شاركوا في القناة ديالي الثانية على بركة الله. أقرأ وألاحظ، وسائل الاتصال غيرت شكل العالم تغييرا. إذا لاحظوا مثلا هنا ممكن التغيير نحيدو ونقولو وسائل الاتصال غيرت شكل العالم، صافي وتكون صحيحة المعنى ياك، ولكن جلجنا هذه الكلمة باش نأكدو هذا التغيير، صافي باش نأكدو التغيير. هذا الفعل ديال غير يتأكد، فهمتوا؟ يعني هذا المفعول مطلق، حنا نبداو من الاول. المهم انتم شايفين العنوان مفعول مطلق، اذا ممكن نحيدوه، ولكن هو جا هنا باش ياكد لينا الفعل. قفز العلم قفزات نحو الامام، اذا هنا مثلا ممكن نقولوا قفز العلم نحو الامام ياك، ولكن بغي ياكد، بغي يبين لينا يعني قفزات، يعني راه قفز قفزات اكثر من جوج، يعني بين لينا عدد، بين لينا بين 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 عدد القفزات، فهمتوا؟ إذا بين عدد الفعل. يجب أن نتعامل مع وسائل الاتصال والتواصل تعامل العقلاء. هاد ممكن نحبس على التواصل، يجب أن نتعامل مع وسائل الاتصال والتواصل، ولكن هنا زدنا تعامل، زعما بأي طريقة، كيفاش النوع ديال التعامل غيكون، يعني تعامل ديال الناس بعقلهم، يعني نوع الفعل، نوع الفعل، ماشي مثلا نقولوا يجب ان نتعامل مع وسائل الاتصال والتواصل تعامل المستهترين، فهمت؟ لا، تعامل العقلاء، نوع حددوا لنا. حتى قال تعامل المستهترين راه حدد لك النوع، حتى هي راه صحيحه في الجمله صحيحه، ولكن يعني المعنى ديالها ما خصوش نطبقوه، فهمتوا؟ اذا اقرا منتبهه لمعطيات الجدول. اذا غير تغييرا تاكيد معنى الفعل، قلنا قفزت بيان عدد مرات وقوع الفعل، نتعامل تعاملا بيان نوع الفعل. لاحظوا هنا راه استعملنا الدرس اللي فات ديال المصدر، داك المصدر اللي قلنا قبيله اللي درنا في الدرس ديال صرف وتحويل، راه مهم هنا في المفعول المطلق. المفعول المطلق شنو؟ مصدر منصوب، شوفوا هنا كلهم جاوا منصوبين، تغييرا ياك، هاد قفزات هنا راه منصوبة لأن جمع مذكر، جمع مؤنث، عفوا جمع مؤنث سالم يكون منصوبا بالكسرة النائبة عن الفتحة. هنا تعامل أي منصوب، يعني هو مصدر منصوب. نجيو مابقاش زربان، أنت باغي تخرج أصاحبي، أنت مالك؟ شحال مشا كتلعب بها بشوية، دقيقة ما دات والو، شوف مزيان، شوف أنت اللي كضحكي. إذا مصدر منصوب يذكر بعد فعل مشتق من لفظه، يعني يكون منه من لفظ الوقتي لتأكيد معنى الفعل أو بيان عدد مرات وقوعه أو بيان وقوعه، صافي. احنا قالك أعطيني أمثلة، أمثلوا لكل نوع، يعني العدد احنا جبنا بيان عدد مرات وقوع الفعل، شاهدت الشريط مشاهدتين، صافي. قرأت البنت الأخبار قراءة الصحفي، يعني بحال شي واحد، شي مذيع في الأخبار كيقرأ لنا في النص كيقول وركبوا كل فعلة من الأفعال، كيقرأ الطريقة ديالو، الطريقة ديال الصحفي، قراءة صحفية. نظم الصحفي عمله تنظيما، هذا جاء لتأكيد الفعل. ممكن قلنا نوقفوا هنا عند عمله ونوقفوا، ولكن هو بغى يبين لنا أن ننظمه مزيان وأكد لنا داك التنظيم، صافي. شكرا، يلا كتب. نمشيو دابا للحصة الثانية، والله تبع معايا. إذا ها هو غنديرو هاد الحصة الثانية كلها بإذن الله، ها هي. إذا أملأ كل فراغ بمفعول مطلق مناسب، تطورت العلوم. إذا هذا اللي شفنا لك، شوف رجعتو للدرس، تطور تطور ياك، ولكن حيت مفعول مطلق غادي نصبو ونقولو تطورت العلوم تطورا سريعا، دائما مفعول مطلق منصوبة تطورا سريعا. ممكن نقولو تطورا ومتكونش سريعا، فهمت؟ ولكن المهم حنا حيت دايرين هما. إذا دققت الباب، هنا إما نقولوا شنو هو دقا ياك، إلا قلنا دقا راح ندرنا تأكيد الفعل ياك، جاء لي بيان أو جاء لي تأكيد الفعل. أو نديرو دقتين منصوبة، عقلت على مثنى، ولا المثنى حقنا السادسة الخامسة. إذا هنا مثنى ينصب بالياء، صافي. دققت الباب دقتين أو دقات،
دقات، أو نقول دققت الباب دقة سريعة أو قوية، أنا ولي داير النوع وملي عجبك. كما كان نقولو حيت ما كاينش جواب واحد هنا، أما هنا كان واحد لأنه حدوني بد سريعا. فرحت باستعمال الحاسوب فرحة ناجح، أو نقول فرحت اش قلنا ديك النهار، فرحة فرح ياك. إذا فرحت باستعمال الحاسوب فرح فرح أشوف، إما نقول فرح ونحبس حرف الحاء هو الأخر، فرح الناجح، أو نقول فرحة ناجح. ومن الأحسن دير فرحة ناجح، بغيت دير فرح دير حاء، ما ديرش تا فرح الناجح. صافي، هنا جاء لبيان نوع الفعل، يعني فرحتي ونقصتي بحال شي واحد ناجح. إذا النوع نوع القفزة ونوع الفرح عفوا. إذا أركب كل فعل من الأفعال الآتية، أقف، جلس، زار في جملة مفيدة. مرة يكون هذا المفعول مطلق لتأكيد معنى الفعل، ومرة أخرى فعل آخر يكون يبين عدد مرات وقوع الفعل، والثالثة بيان نوع الفعل. احنا غنديرو مثلا الأول درسو بيان نوع الفعل، أقف وقوف الجندي، أقف وقوف الجندي، وقف واحد الوقفة في الساحة بحال شي جندي، نوع الفعل. أو بغيتي أنت بغيتي دير معنى الفعل تقول أقف وقوفا، أقف وقوفا، صافي تفهمنا. تقول لا راه قالوا لنا في الأول ديرنا معنى الفعل، أقول لي ماك أقف وقوفا، يعني راك واقف مزيان. مرة عاوتاني نديرو في جلسة، جلست جلستين، صافي بيان عدد مرات الفعل. ولا بغيتي دير تأكدو قول لنا جلست جلوسا، أو عفوا جلوسا، جلست جلوسا. بغيتي دير النوع قول جلست جلوس المحترم، يعني شي واحد محترم كيحترم راسو بالك، واحد بركة زوينة. جلست جلسة ياك، جلسة المحترم أو جلوس المحترم اللي عجبك، تبرع ليا مع راسك. ها اللي عجبك كتبه، غير متابع الشكل ديما ديما نديرو منصوب. مرة لبيان نوع الفعل نديرو لك زار ياك، زار المريض زيارة، هنا تأكيد معنى الفعل، أو تقول زار المريض زيارات، أو زار المريض زيارتين. ها زار المريض زيارة المستعجل، يعني زاروا بسرعة، زاروا واحد الزيارة ديال شي واحد زربان مستعجلي. صافي عقل عقل. بغيتي دير نوع الفعل قال لكم لا ديروا لي نوع الفعل، قولي زار المريض زيارة المستعجل، أو زيارة الحزين. زار المريض زيارة المتأثر، يعني مأثر جاي يشوفه مسكين أثر بالإصابة ديال هذاك المريض. صافي ايوا، المهم انت كتسمع ياك، ما محيد الصوت، ناري تكون محيد الصوت. يلا سبع. أعرب فهمت التلميذة الدرس فهما جيدا، ياك غنمشيو لفهم فعل، هذا ياك فعل ماض، فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح والتاء مالها ساكنة لا محل لها من الإعراب، هي راه ساكنة، خاصها تكون فهمت التلميذة، ولكن للاستثقال قلنا التقى ساكنا نحذف ما سبق، درنا تي فهمتي، هي راه فهمت. صافي هذيك شنو قلنا ساكنة، اتونسيون. التلميذة شنو هي؟ فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، صافي هي الفاعل، هي اللي فهمت ياك، حتى فهمتي مزيان. إذا الدرس مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. دابا الجملة سالات فيها فعل وفاعل مفعول به، هذوك اللي غيجيو يعني هذوك المزينات ديال والمكملات ديال الجمل اللي كيزيدوا يزينوا بحال هادي، فهما مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. جيدا، انت هي جات غير باش تبين لنا هذا الفهم هذا ماله، جات توصفه، هي نعت تابع لمنعوته، منعوته هو فهما تابع لمنعوته في نصبه. صافي بغيتي تقول وعلامته سميتو علامة نصبه، هي داك التنوين، تنوين الفتح او الفتحة الظاهرة على اخره، حيت كاينه فتحة تما ديال النصب وفتحة ديال التنوين. صافي هو دابا عرفت اش غديرو، كنقلتو هذا الشيء بعدا، نقلو بعدا على نقل غادي لكم 10 ثواني، بزاف 10 ثواني، وقال عندكم ما يدار لكم فري فاير. يلا صافي، يلا شوف
صلوا على رسول الله، هذا هو تمرين الاخر، صلوا على رسول الله.